صباح الخير من جديد. مؤسساتنا الأكاديمية هي بيوت خبرة مهمة جدا، تؤهل أيضا الأيدي المهرة والعمال للوظائف المختلفة الموجودة سواء في العمل الحر أو في وظائف متنوعة أخرى. اليوم رح نحكي عن جهد أكاديمي في مؤسسة أكاديمية مهمة اللي هي جامعة الزرقاء الأهلية، ومثلها كثير من الجامعات بيهتموا كثير أن يكون في جسر أو يصنعوا جسر من التواصل ما بين الطلبة وهم على مقاعد الدراسة وما بين سوق العمل. اليوم بسرنا أن يكون معنا الدكتور ماجد المساعدة وهو عميد شؤون الطلبة في جامعة الزرقاء الأهلية. أهلا وسهلا فيك دكتور. نصبح عليكم والله يعطيك العافية. كل عام وانت بخير. وانت بخير وكل عاملات وعمال هذا الوطن. يا رب. منزف لهم أجمل تهنئة ونقول لهم كل عام وانت بخير. وانت بألف خير دكتور. دكتور ماجد، احنا عم نحكي إذن اليوم عن أهمية أنه يكون دور للجامعات بينهم يعملوا هذا الجسر اللي يعرفوا الطلبة وهم على مقاعد الدراسة بسوق العمل. وانتوا عندكم شيء اسمه اليوم الوظيفي، يعني تهتموا أنكم كل سنة تعملوا هذا اليوم أو كل فترة أنكم تصنعوا يوم وظيفي تعرفوا فيه الطلاب على فرص العمل وأصحاب العمل الموجودة في قطاع السوق. أخت سمر، هذه الأيام الوظيفية أو الأعمال اللي بتقوم فيها المؤسسات الأكاديمية هو من ضمن وظائفها الرئيسية اللي هي بتقوم على الجانب الأكاديمي والجانب البحثي وخدمة المجتمع المحلي. بالتأكيد. بالتالي هذا الشيء اللي بتقدمه هو لا تقدمه يعني إلا من داخلها على أساس أنه ضمن هذه الوظائف. وصراحة يعني جامعة الزرقاء وصلت لمستوى عالي في تقديم الخدمة المجتمعية، ليس من خلال المهرجانات أو من خلال المبادرات فقط أو من خلال أيام خطابية، ولكن احنا وصلنا لمرحلة متقدمة وهي مرحلة المحاسبة الاجتماعية، بمعنى أن الجامعة تخصص مبلغ من موازنتها لخدمة المجتمع، وهذا طبعا موجود في الدول المتقدمة، وهذا الشيء جامعة الزرقاء صراحة تشكر عليه، وأتمنى أن كل مؤسساتنا تقوم بهذا الجانب. أريد أن أذكر شغلة، يعني أن مثل هذه الأيام الوظيفية أو مثل هذه المبادرات في كثير من مؤسساتنا للأسف تستخدم كنوع من الدعاية فقط، وبالتالي تنتهي بمجرد الانتهاء من هذه المبادرة أو من هذا المهرجان. أعود إلى سؤالك أخت سمر اللي هو الأيام الوظيفية. اليوم الوظيفي طبعا هو اتفاق ما بين المؤسسة الحاضنة أو الراعية وما بين مديرية التشغيل في تلك المحافظة. طبعا احنا في محافظة الزرقاء، بنقدم كل الشكر صراحة للأستاذ عبد القادر للطراونة وفريقه الرائع في مديرية التشغيل الزرقاء. التعليم لوزارة العمل بالتأكيد. أكيد. على الجهد المتواصل. هذا اليوم بعد ما يتم الاتفاق عليه بيلتقي من خلاله الأفراد طبعا جميعهم في المحافظة الباحثين عن فرص عمل مع المؤسسات التي يتوفر لديها مثل هذه الفرص. طبعا من خلال اللقاء احنا بتوفر عندنا في جامعة الزرقاء قاعات كبيرة جدا. اليوم الوظيفي اللي سيقام بإذن الله بعد غد الخميس إن شاء الله، يعني سيكون عندنا هناك أكثر من 90 شركة ولديها فرص حقيقية. لم نستقبل أي مؤسسة لا يوجد فرص حقيقية. فرص حقيقية يعني مش احنا ما عم نحكي عن واجهة أو يعني تمثيلية لا 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 ما بين للأسف قوسين، احنا عم نحكي عن فعلا مؤسسات بحاجة لفرص عمل. احنا هيك يعني وصلنا لهذه المرحلة طبعاً. كثير تقدم، لبدنا ناخذ 200 او 300 شركة، لكن احنا بحثنا مع مديرية التشغيل انه يكون فعلا لديها فرص عمل كويس. وتعرض هذه الفرص خلال لقاء البحث مع عمل مع هذه الشركة. طبعا بقدم هناك فورمات خاصة، بقدم السي في وبتم اللقاء ما بين ممثلي هذه الشركات مع الباحثين، وفي بعض الأحيان بتم الاتفاق مع البحث عن العمل أو فرصة خلال لقائه في هذا اليوم الوظيفي. طب أنا عندي بس سؤال ورح أخليك تستكمل حديثك دكتور ماجد، بس هل هذا متاح لأنه يشغل الطلبة وهم على مقاعد الدراسة؟ تعرف قديش عندنا هاي ثقافة شوي مفقودة عند طلبتنا الأردنيين أنه أنا بدرس يعني أنا ما بشتغل، طالما أنا بشتغل بدرس معناته هو على سوق العمل. بدول أخرى لا، بيكون عم بيشتغل بالتوازي مع دراسته الجامعية. هل بتوفروا هذا الشيء أيضا للطلاب يكونوا عم بيشتغلوا بدوام جزئي خلال دراستهم كمان؟ صراحة سؤالك جميل جدا، يعني وطلبة جامعة الزرقاء أكاد أن أجزم أنه هذا النوع من الطلبة لا يتوفر في جامعاتنا. يمكن طبيعة المنطقة تخدم طلبة جامعة الزرقاء. كثير من الشركات في نهاية تخرج كل فوج من الأفواج بيقدم حتى غير الأيام الوظيفية بيقابلوا طلبتنا.
يعني اكثر من نسبه 30% من العاملين من الطلبه على مقاعد الدراسه عاملين باعمال جزئيه، بمعنى هو بيعمل هو بيصرف على نفسه. بتعرف هناك مواسم عمل لدى بعض المطاعم بعض الشركات طبعا. في الصيف بيكون عندنا سياحه بيزداد عدد السياحه، بالتالي لابد بالمقابل انه يكون هناك ايدي عامله، شركات الخدميه اتصالات وغيرها من بتخفف عليهم من التصاريح طبعاً. بتخفف عليهم من الاجراءات القانونيه، بالتالي الطالب بيشتغل 8 ساعات. وبعض الشركات هذا شيء جميل جدا، الطالب ساعتين او 4 ساعات او 6 ساعات، الوقت اللي انت بتكون فاضي فيه بتيجي تعمل فيه، بالتالي هي ميزه. اخت سمر، يعني لو عدنا لليوم الوظيفه ايضا هي مش بس فرصه عمل، خلال غياب الطالب فترة خلينا نحكي يعني 6 شهور أو سنة في بعض الأحيان بيفقد بعض المهارات طبعا. بيفقد بعض المهارات. إحنا بنركز على شيء جميل جدا اللي هو التخطيط الوظيفي، بمعنى أن يكون هناك هدف لكل طالب حتى قبل تخرجه، يرسم شكل حياته وظيفيا. أوكي. حتى هو عم بدرس، حتى هو بدرس إحنا بنسميه التخطيط الوظيفي. إذا ما كان هناك لديه هدف ونتائج مرسومة يبقى عالقا لا يعرف أين يذهب. طبعاً. العملية الآن أصبحت مش أنه أنا والله بدي أشغل، أنا بحاجة لأربع موظفين أنا بدي أشغلهم. هناك مهارات يجب أن يتمتع بها كل باحث عن فرصة عمل. طبعا الآن هاي المهارات مرات أهم من الشهادة. وهذا صراحة يعني قد إيه مهم الشهادة، ولكن مهاراتك كموظف أو عامل أو هاي مهمة جدا أيضا بسوق العمل. لذلك إحنا في جامعة الزرقاء ومن خلال صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في عندنا وحدة متابعة الخريجين، متابعة الخريجين طبعا بتتم تهيئة الطلبة وهم على مقعد الدراسة لسوق العمل حتى يعني نبحث عن فرص، ومن خلال الفرص اللي موجودة بتتم تأهيلهم سواء من حيث اللغة سواء من حيث المهارات. أصبحنا أيضا نعطيهم دورات في الإسعافات الأولية، دورات طبعا هذه الدورات صراحة هي مكلفة جدا، وأنا بشكر صراحة رئيس مجلس الإدارة دكتور محمود أبو شعيرة، إحنا لا نكلف الطالب أي شيء على الرغم أن هناك مركز تعليم يعني يعني الدورات بالمقابل، ومع هذا نضحي بالجانب الربحي اللي هو الاقتصادي ونلجأ للجانب الاجتماعي، لانه هذا بالنهايه انا دكتور ماجد دائما بقول عمادات شؤون الطلبه بالجامعه هي اقرب شيء للطلبه، يعني بتحس انه في هيك اخوه، ما في يعني شغله الطالب والاستاذ، فانت بتعرف قديش معاناه الطلبه اللي بعد ما يتخرج بقول لك انا اللي درسته شيء وسوق العمل شيء ثاني، بتعرف هذا اللي دائما بقول لك ما درسناهوش هذا الشيء اللي عم نشتغل فيه. فقد ايه مهم انه انتم عم تعملوا هذا الشيء بجامعه احنا جامع يعني عمادات شؤون الطلبه هي تعتبر رئه الطالب، هي القلب النابض في الحياه الجامعيه، بالتالي هي بيته الدافئ اللي بفرغ فيها همه، بفرغ فيها مهاراته، بفرغ فيها الطلبة هيك. بيشكي يعني في بعض الاحيان انه انا بحاجه لمصروف، احنا في كثير من الاحيان محطات الوقود خصوصا وانا بشكرهم كثير من المؤسسات بيجوا لعماده شؤون الطلبه بيطلبوا قوائم او مين بترشحونا يعمل في هذه المؤسسات. الشباب الملتزمين الشاطرين، يعني احنا اذا انا اسفه انه خلص الوقت، بس اذا عم نهني اليوم عمال الوطن احنا عم نحكي عن فئه مهمه جدا اللي هي الطلبه على مقاعد الدراسه اللي بيشتغلوا في سوق العمل. الله يسعدهم ويعطيهم العافيه، ويعطيكم انتم كمان الف عافيه دكتور ماجد على هذا الجهد اللي عم تبذلوه. شكرا جزيلا لك، واحنا مباشره سننتقل واياك والمشاهدين لاحمد ابو حماد غور الصافي من جديد. احمد